هاي القرية ربيعة تابعة للسعدية، ناحية السعدية. القرية تعدادها قبل النزوح 470 عائلة، 470 عائلة قبل 14 هذا قبل النزوح. والقرية تفلشت بالكامل مثل ما تشوفون أنتم، متضررة بالكامل 100% تفليشة. هسه عدد الراجعين بها تقريبا ما يطلع لنا بينا 10 عوائل فقط، الباقي كلها ساكنة، ناس بعقوبة، ناس خانقين، ناس جبارة، طشرت الناس طشرت، وما عندها إمكانية أن تعمر، ما عندها إمكانية أن تبني، مضررة بالكامل، لا زراعة، لا فلاحة، لا ضلعة مال، ولا أكو توجه من الحكومة عليها، لا الإعمار، لا مساعدة الناس، بالكامل يعني ما أكو أي توجه ما عليها. كنا عايشين على الزراعة، الفلاحة والزراعة، شوات الناس تزرع وتفلح وحلال وعايشة مشي حالها. احنا النزوح صار بال 2014، ناس نزحت للدياله، قسم نزحوا للشمال، قسم نزح. انا اول نزوح نزحت المندلي، بعدين رجعت بجباره ناحيه جباره قرى تبه، ورجعنا هنا بالسعوديه. بيوتنا كلها مفلشه، كلها تفليش، فاللي عنده امكانيه جاب له قدر يرتب بيته يقعد بيه. فاللي راجعين احنا ساعة قليلين، احنا منطقة كبيرة، وبعدين المقاطع هذه كانت هي السلة مال الديالة، وحتى البغداد كنا نصدر المواد الصيفية والشتوية يعني. فنريد التعويضات، لا تعويض، لا قلق ملف، ولا حد ملتفت علينا. شنو السالفة ما ادري، احنا ناس بسطاء وعايشين هسه عنا يعني وسطي، اقل من الوسط. نتأمل بالحكومة إن شاء الله بك تدير بال علينا على التعويضات وعلى حتى نعمر بيوتنا. راجعين واحد بالمية ما راجعين، كلها بيوت مفلش. بس الصعوبة شنو الصعوبة؟ جارك وجيبي لك ماكو، والناس كلها مطية وجوها على بعد، ما يقدر يرجع. إذا مو يرجع أخوك، يرجع قرابك، دار مدارك، حتى تنجمع القرية. وهاي الأراضي مالتنا هاي المفتوحة يمك، لحد الآن ماكو قطرة مي ما مشت بالمشروع. الظروف الأمنية اللي أثرت علينا من فترة النزوح لحد الآن، إحنا ما نعرف الزرع شلونه. قبل كنا عايشين على الزرع، على الفلاحة، الحنطة والشعير والمخضر، كل هاي تصدير يعني، وعلى هذا رزقنا يعني. فمن نزحنا لحد الآن ما عدنا لا زراعة ولا الحلال وش اسمه، بس الحلال والزراعة. هسه لا حلالنا يسراح على أراضينا، لا نقدر نزرع، لا واصلين بيارنا. أكثر من 100 بير عندنا زراعية بهاي المنطقة، والأراضي 36 ألف دونم بس الأراضي الزراعية. قبل كنا نصدر للدولة حبوب وحاصل نصدر للولاية للأسواق صيفي وشتوي. فهسه احنا يعني بس قاعدين هيش، لا زرع ولا فرع ولا. هسه حاليا ما نقدر نزرع تنكة، ما عدنا أرض هنا، أراضينا كل هذاك صوب الشند، منا واصلة من الشند إلى هذاك الجبل، كلها أراضي زراعية وبيار زراعية على الكهرباء. عدد الفلاحين أكثر من 100 فلاح بس هذا أهل البيار، وهذه أكثر من 150 فلاح على هذا النهر كان يعبر المي منا. من صار النزوح لحد الآن ماكو مي بهذا المشروع جانا. صار لنا 3 سنوات من رجعنا، هاي السنة الثالثة من رجعنا، ولا زرع ولا فرع عندنا. 36 ألف دونم هاي مساحة أراضينا، كلها ميتة هسه. والله كنا احنا هاي كلها تسمى ربيعه، منطقه ربيعه. احنا ذاك الصوب يسموها بني عز،
حوالي 50 عائلة ذاك صوب الشند. هسه ذاك الصوب الشند ما حد يقدر يعبر لأن صايرة منطقة تقريبا شبه عسكرية. وبعدين أراضينا تفلشت، بيوتنا تفلشت، خرايب مالطين، ومن طلعنا تفلشت. سوينا تعويضات ورحنا البعقوبة وإحلف يميني وجيب وودي وادفع هاقد من 2012 ماكو شيء، لأن بيوتنا مهدومة والتعويض ما جانا حتى نعبر ونعمر. فطبينا بالبيوت كل من اللي قاعد يم قرابته، قاعد يم ابن عمه، قاعد يم ابن خاله، بس مو بيته ولا بقاعه. وهاي المنطقه كبيره، هاي تسمى سابقا ربيعة وبنويس. بنويس هسه حوالي 50% رجعوا، بس ربيعة يمكن 10% ما راجعين لان بيوتهم مفلشه. اراضينا مو قريبه على بيتنا حتى نزرعها، لازم تروح مسافه. وحاليا ما حد راجع حتى تتأمن. قبل هنا بيت هنا بيت تقدر تعبر وتزرع. هسه شو بقى عسكريه حوالي بال 300 دونم 400 دونم. هسه لو الدوله ولو ساعدنا بعض، احنا بيوتنا اراضينا قريبه على بيوتنا، سوونا بيار بير توازي نزرعه، هم نفيد نفسنا وهم نفيد الدوله. زين بيوت هسه انا هذا بيتي هنا، بالنهار اقعد بيه وبالليل اروح يم بنويس اقعد، لان ما حد ساكن، لا ابن عمي يمي لا قرابتي يمي. شوف بيت واحد واليمه كلها مفلشه. هاي الجهال بالليل من تشوف خرايب مفلشه ما تقدر تعيش، تخاف. انا امشي وجبته بالترميم وشافه، قال ان شاء الله باكر العصر. وجي العصر راح على بيت قاعد ما ادري بشهربان، ما ادري بعقو، ما ادري بتركيا، لان هو حضر. هو ايش عليه؟ هو علي اي واحد يحضر لو كان وين ما كان، حضر بيوم الترميم ورم رموله وما حد يرجع. لان شنو ينتظرون يرجع؟ شو يسوي يقعد بالبيت؟ لا عنده امكانيه، لا نعاجه يقدر يسرح بعيد، لا يقدر يزرع. شنو بالله البيت شو يسوي بيه؟ بيت ما ينطي خبز، بيت غير يريد. هساني هذا بيت ما شاء الله وكامل، بس شنو الفائده؟ لا ازرع، لا ابي حيل اشغل عماله، وعايش على الله وعلى اللي راتب. الحمد لله عندي راتب تقاعد، هم ماخذ عليه سلفه ومدبر حالي. بس اكو ناس لا راتب لا سلفه لا عتم شيء، عايشين انا اقول لك يشتغلون عماله. وعماله مو كلهم يشتغلون، اكو ما عنده عائله من خمول مره تروح تشتغل عماله. والله جاي يرجعون، اللي رمرموا بيته وبيته زين وحالته زينه رجع، بس ظلوا حالته ما تتحمل. او عنده خزنه غنم وين يوديها؟ او عنده هوايش وين يوديهن؟ والحمد لله. والله استاذ معيشه ماكو، لا زراعه لا فلاحه، مي ماكو مي. يعني هاي احنا من نزحنا ولحد الان النهران بتاتا قطره مي ما توصلنا. هسه بير انا حافر بير حتى مر يعني، ومي الشرب دا اشتري من السوق الله شاهد ورقيب. اربع دبات بلف نجيب، من ثلاث دبات بلف ونشرب مي، يعني شغل ابد. وعندنا ولد قاعدين ساكتين على الطاله بطاله، هاي عايشين على راتب الرعايه 250 هي تجينا بالشهر، والله وكيلك كله للدين. انا حكيت قلت لك احنا المسواق يجي سياره تجي تسار، ما اروح للسوق همين، لان كان هذا الطريق مسدود افتر على الفر اللي بعيد. فطريق هسه شوف تقريبا انفتح، بس شنو شغل ماكو. يعني احنا هذا الان هسه قاعد ساكت، اروح الطبيب ما عندي، الله وكيلك ومحمد كفيل. يعني يجي راتب الرعايه ابو السواق هاك، ابو ما ادري شنو ماخذين من الدهن شنو، ماخذ من كيلو لحم هاك وخلصن وراحن. والله العظيم نفس الدقيقه يخلصن، كل شيء احصل نبقى نعد الا ما يجي يعني الشهر الجاي. اصحاب عوائل طبعا كل انا هسه تسع نفر ثاني، واكو بي اكثر، اكو بي 14، اكو بي 15 نفر، مليون ونص. هاي المليون ونص اللي يعني احنا هسه انا محتاجها مليون ونص، يعني محتاجها يوميه. والله يوميه بالصلاه ندعي اقول يا بس تطلع لي اخلص المديانات مالتي. يعني قاموا المليون ونص يطلعوها بالواسطات، العده واسطه يطلعون اسمه، يروحون من فوق بالواسطه يطلع اسمه بالواسطه، هي لازم على الحروف. مالش هاي من نص مال الهجره، مال قلق ملف. يعني من شو وقت قلقنا ملف؟ احنا صار 3 سنين 4 سنين، واللي ورانا يطلع. قبل فتره طلعوا 100 اسم ارجيت كلها بواسطات، يعني يروح هناك ينطي ما ادري ايش قد يمشي يقدم اسمه حتى يطلع بالوجبه. شلون هاي؟ والفقير قاعد ينتظر رحمه الله، شو وقت يطلع اسمه؟ تنزل وجبات اسمه انا ماكو. والله يعني الله وكيلك محتاجين يعني حيل.
والله عندي سكر، عندي سكر والعلاج غالي، بالمستشفيات ماكو بل ما ينطون، وبالخارج الزين ب 15 ب 16 القالي، هذا قالي ما اقدر اخذه، اخذه ب 2.5. ها كل شيء كل يخلص واحد اجيب واحد ب 2.5، وجاي اثر عليه ما اقدر اجيبه. وانا برقبته 10 نفرات اشتغل عماله، والله عندي ولد حصل له كم يوم من قاعد يروح الخانقين ويجي يشتغل عماله، واحد يشتغل لي واللي باجي قاعد ما عاد شغل، ما اقدر والله ما اقدر، رجلي يجعلني عندي وجع برجلي من اطلع اتعب اقع. والحل والله الحل مدبرها قوة، مدبرها هيك تدبير يا رب العالمين. والله من جينا 8 سنوات احنا مهجرين، وجينا قالوا روحوا اطلع لكم 1.5 مليون، كل شيء ما حصلنا من الحكومه لا 1.5 مليون ولا ابد. هسه جاي يطلعونهم تنطي 250 يطلع لك اسمك، ما تنطي 250 ما يطلع لك اسمك. اي كثير الاف جاي تطلع يوميه. اي واحنا الفقره ظلينتنا فرج الله. ومن ناحية الشغل يعني تدري اكو شباب جاي يشتغلون هنا، اكو شباب يعني قسم من عندهم طالعين نقول مثلا رايحين للعاصمة يشتغلون، او قسم من عندهم رايحين للشمال بالسليمانية واربيل جاي يشتغلون بالمعامل وثاني شغلات، فيحتاج بعد السعودية مثلا، والسعودية جاي تشوفها يعني مثلا كأسوي لهم معمل او شيء مصنع، او اذا مثلا يوفرون نقول مثلا اذا ولو مول واحد اذا يسوون داخل السعوديه يعني هم اقل شيء شغله في 10 15 ايدي عامله. والله شغل شباب كله قاعدين شغل ماكو، واحنا من المخبز نشتغل به وسمحنا مديونين من اي والله، وشغل ماكو في السعوديه تعرف السعوديه صغيره، شغل شباب كله هسه طالعين، اكثر شباب طالعين يشتغلون بالمعامل مع الزفت. لا والله قال الحلال انقرض نهائيا، يعني تقريبا ما بقى، يعني نقول قبل كان 75% هسه صار 1%. اي ما بقى جفاف وماي ماكو مطر ماكو، الحمد لله صار اللي شوي صار يومين وشوي مطر شوي بي امل ان شاء الله على الزرع. وهذا سعر العلب غالي، والعلب غالي فدنا، العلب غالي والحلال من غالي والعلب غالي، لان الحلال ما يجي بعد. قبل العلب بيش كان؟ قبل العلف كان ب 10,000 الطن، كان ناخذه 200 250، هسه الطن بمليون، يعني هواي فرق. ابو الحلال شو يسوي؟ ابو الحلال هسه والله بالضيم، يعني ما خلى باعه، ما خلى اللي عنده 10 مخلي واحد والله، بس على مود العيشه بس اللي عنده راتب عايش، اللي ما عنده راتب لا صعبه معيشه ماله، صعبه ماكو منفذ ماكو بالولايه. ايه شغل ما بي، شغل ماكو بي. يعني ماكو لا فد معمل لا فد زراعه لا فد ثروه حيوانيه لا احواض ما يسمعوا، ما بي اي شغل، ما بي العايش على العماله، اللي عنده عماله يطلع بخانق يطلع بشارع بالي يشتغل عماله. كانت بيها الزراعه وعندنا جيعان بالبحيره الزراعه، يعني يغذي ما نقول لك غذى العراق، يغذي 5-6 محافظات البحيره اللي يزرع ينزرع بيه 5-6 محافظات يغذي، بس هسه ماكو من يعني صارت الاحداث ومن رجعه بعد ماكو، هو راح تنقرض اذا على هال ان شاء الله يبقى الثروه الحيوانيه ينقرض، لان علف غالي والدوله لا ينطي دعم. قبل كان الدوله يعطينا دعم، كان يعطينا علف، كان النخاله يعطينا تمر، كان التمر ياخذه من الفلاليح من البساتين وكان يعطينا اياه بسعر ارخص، هسه ماكو دعم الدوله اي دعم ماكو، الثروه الحيوانيه اي دعم ماكو، الشعير كان ياخذه من الفلاح ياخذ ب 500 يعطينا اياه ب 250 كان يدعم الثروه الحيوانيه، هسه ماكو اي دعم ماكو.
بالنسبة لي الشغل ما قد جاي أشتغل، كبرت لكن الشغل ما أقدر، عندي 7 جهال العيشة مالتهم صعبة صارت، السوق ما لحق، مريض أودي عندي هاي طفل عندي مريض عملية يريد، ما أقدر أسوي له حل، ما لحق، أريد من الحكومة أناشدهم يعدلون هالرواتبنا، يعدلون هذا الموازنة، يعطونا ياهن 75 شو يسوي لنا؟ كان بوقتها عيشنا عائلة، يعني نشتغل ليش وقت نشتغل؟ تعبنا والله بتعبنا نفسيا، نفسيا تعبنا. هاي بالنسبة لي مريض حالة نفسية يصير بي، حالات لما ما عندي ظروفي ما تساعد، يعني مكاني يعني مكان ما عندي يعني أقعد بيه زين، قاعد بغرفتين، غرفتين يعني ما مكاني هالقد، جهال عندي يعني صار وسه ما عندي أسف ملك طافو ما عندي. طفلي مريض بالعملية، إيراد العملية، هاي جيوبة فيا وبخشمة، السداد يصير بخشمة. مستشفى يريد من عندي 3 ملايين، هاي وين أودي مستشفى هذا؟ ما أقدر، لا ما أقدر، إمكانية ما عندي. يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم أريد يلمني شف فلس أودي، ما جاي لحق أروحي. استاذ والله انا طلعت يعني هنا ماكو شغل، انا طلعت رحت لبغداد، اشتغلت ببغداد تقريبا يعني حوالي سنة، اشتغلت السنة هناك هم ماكو نفع، يعني اللي اطلعه اصرفه هناك لان ما يكفيني، يعني مبيت ومصاريفك واكلك وشربك هذا كله عليك، يعني تطلع هناك ماكو شغل، اكو هناك اكو شغل مو ماكو بس ما يكفيك، لان اول شيء تبعيد بعيد على اهلك بعيد على بيتك، مصاريفك تزيد هناك، صح انت تشتغل بس مصاريفك حتزيد، تجي هنا تشتغل اليوميات قليلة، شغل ماكو هواي، يعني هسه حتى ازيد الشباب اللي موجودين هنا جاي يطلعون منها ما يبقون هنا، لان ماكو شغل شي يسوي، يروح يشتغل بغير محافظات احسن من ما يبقى هنا، يعني هنا عندك بس ابو العمالة ياخذ زين، وهذا عماله همين يعني ينطي 25-20 ألف، اما هذني الشغلات اللي هي كوفي او تقعد بمحل او هذني الشغلات هذا يعطيك 10 مطاعم ما مطاعم بالزايد بالزايد يعطيك 15، وهاي الشباب يعني عندهم شهادات، هذا اللي يفتح له محل يشتغل بيه، لان يعني ما تعيينات ماكو، تعرف هسه التعيينات كلها اللي عنده واسطه يتعين، اللي ما عنده واسطه ما يتعين لو مو عنده شهاده، فهو هذا وضع الشاب هنا يعني. الوضع صعب انه تتزوج، يعني انت تعال يعطيك 10000 في اليوم 300000 في الشهر، يعني انت خمال، افرض انه انت صار لك ظرف ما قدرت تطلع تشتغل، هذا 10000 راحت من عندك اليوم، انت ب 300000، يعني بالشهر بالشهر نقول يعني 250000، 250000 شو يسوي لك؟ والله شغل قليل، شغل يعني مو تقول هواية، يعني والشباب كل أكثرية عاطلة ما تشتغل، وصارت يعني هنا جت منظمات وصارت حركة بالسوق بالسعودية الحمد لله والشكر، بس الأمان الحمد لله أمان نعمة من الله، يعني نام رغد بس شغل ماكو، يعني الله يساعد اللي عنده عائلة، غزل اللي عنده عائلة 4 نفرات 5 نفرات شلون معيشهم، اللي عنده طلاب اللي عنده يعني بنات ما عنده ولد، الأرملة شلون مدبرتها، يعني وضعية تعبانة والله على الرصيف ومبسط والحمد لله والشكر، يعني أنزل من السوق بربع دينار والعالم شو تسوي تأكل، والله عمي ما يقدر يشتري الطماطة هسه بلف وربع بلف ونص يبيعونها، البوتيتا بلف دينار هواية هواية، حتى جبتها بكلار 850 أنا أبيعها بلف.
الوضع الاقتصادي على مستوى العراق، السعودية ناحية السعودية جزء من العراق، اقتصاد صفر، لأنه أكثر شباب عاطلين عن عمل، أكثرهم عاطلين عن عمل، شغل ماكو، يجي منظمات يشغلهم 20 يوم، يغيب ورا مدة وجبات، يا الوجبة ينتظر هذا. الاقتصادي مادة ما موجود، المادة أساس ما موجود، والنزوح من الإرهاب من سعديان نزحوا إلى مناطق كلار، خانقين، بعقوبة، أربيل، كركو، أثر علينا، أثر على السوق. والله أكثر بيوت خسروا، تهجمت، يعني إذا كل شيء إذا ما هدموا الغراض ما بقى صفر. أما النازحين أكثرهم ما رجعوا، استقروا، شافوا الاقتصاد، السوق والعمل موجود بكلار أو بكركوك وأربيل وخانقين، ما موجود من ناحية السعودية. يمكن هسه تشوف تفتر ما تلقي لك 2 3 4، وافتروا وهذا الكاميرا موجود. اللي نريده احنا مثلا، خاصة إلى سيد المحافظ والمسؤولين، هذول المتضررين، لو تعويضاتهم يطلع يصير حركة طبعا. لحد الآن يعني طالع أول بارحة طالع 700 اسم، طالع اسمين، هذاك مهجوم بيته، والله سوى ديك البيوت من هذا فاضت السعودية، عوائل ماكو كلها برا طلعوا، المجاري أول هذا ومجاري هذا طبعا أحد أسبابه، هم أقول على الإدارة، المقاولين اشتغلوا عافوا راح، يا بد جربوا افتحوا الماي، مو هذا واشر عقبة، لا عافوا طلع. احنا الأهم نقطة نريدها السعودية، المتضررين، النازحين يرجعون يصير حركة، والتعويضات أهم نقطة، يعني ضروري من ضروريات الناحية تعويضات. مشاريع صغيرة أكو قسم ما عنده احترامي، من تحكي وهذا حكي، يابا مو حكي شيء، السعودية صغيرة مبينة، يعني عوائل المستفيدة من دول المنظمات الصغيرة قليلة، يعني بحق السعودية، السعودية المنكوبة نقدر نقول. فيضان الأخير انسدت لكل المجاري، ناس إذا عنده عاب بيته راح رجع الخانقين، رجع الكلار، كفري، أربيل، كركوك. قبل سقوط السعودية نسمته 25,000، هسه ما تلقي 5,000، أكثر قرى عشائرنا ما رجعوا. نريد من الحكومة اهتمام ناحية منكوبة، خاصة من سيد المحافظ، يعني أولوية يعطي للتعليم. لا شنو الذنب الطالب، أنا ما عندي 5 ولد 3 ولد، أروح السنسخ، روح السنسخ، هذا يا دولة نفطية، احنا هيجي والغير دولة شي يقول، يعني اكون مناطق منكوبة مثل سعدية، شهربان، قرى مالته، هذا انت اذا ما تعطي الطالب حصة مال منهج الدراسي، الوالد منين يجيب؟ طبعا متضرر، اذا انا ما متضرر اخويا، اذا مو اخويا جيراني، اذا مو جيراني اعزائي. احنا نمر بمرحلة صعبة، يعني خاصة منهج الدراسي يأثر، هو أساس المجتمع، يعني من هسه يبطل، من بطل من مدرسة شو تقول له؟ أبو ما عنده شنو 9,000 دينار، كل دفتر 2,000 3,000، منين يجيب؟ إذا الأب عامل، وعندنا الرعاية الاجتماعية، أكثر شبابه ما طالع، متزوجين ما طالع لهم هذا رعاية اجتماعية، يعني ماكو جهد تعب علينا.
وعيدة ومرة الأخيرة سعدية منكوبة. عندي للدعم من سيد المحافظ والمسؤولين. تنظيفات 21,000 ندفع البلدية شهرية. اي كهرباء 22,000 21,000 ندفع. موي 5,000 6,000 ندفع. مجاري هسه جاي 10 جديد يبلغونا على 10,000 كل بيت يدفع المجاري. ومجاري اي خدمات ما عندنا. يعني مجاري خدمات صفر. يعني مطره خفيفه 100 سنه هذه دياله سعديه ماما غرقانه هسه صار دياله باكمله. والله تاريخه ما واصل للمحل، للمحل نص المحل صار مي. والله طبل بيوتنا من نايها مي. ولا احد اجى علينا ايش صار بيكم ايش سوى لكم، ما حد ما اجى علينا. بس اجوا ياخذون فلوس. فلوس ياخذون هذا مستمر. اي تنظيفات كهرباء مجاري قام 10,000 دينار ياخذ مال يريد مال مي. المجاري كلها مزوده ما تنزل على المبزل. وموطورات ما تشتغل مال المضخه واقفه عاطله والناس انغرقت وتنغرق ازيد. واذا بقينا هيجي تنغرق ازيد اذا ما سوينا فتشاره. والله اذا ما سوينا حل ما سوينا ينغرق ازيد المنطقه. يعني اذا انغرق نص متر ينغرق هالمره متر. احنا هسه مثلا نقول محل محلنا ما عندنا ايجار. يختلف اللي عنده ايجار لا والله يختلف عليه. مثل اللي عنده مثلا يدفع الشهر 100 150 زحمة عليه. حركة ماكو. هذا شوف سعدية حركة ضعيفة. زوجتي طلعت تقاعد. وين؟ على كردستان. كانت هي تاخذ تقاعد منين؟ من دياله. ما ماخذين احنا التقاعد من السنوات. كلنا ذبوب رقبتنا هاي السنوات. كان يجي للمصرف احنا ما مستلمينه كلنا ذبوب رقبتنا. ايه المصرف احترق. المصرف احترق. رحت للبعقوبه اقول لها انطيني جدول مخصصات. يقول ما نعطيك اياه الا جيب لنا المبلغ اللي عليك 31 مليون. 31 ذبوا علينا. دزوني المندلي. المندلي جبت لهم القوائم وثلاث ملايين انطيتهم من المصرف وهم سقط يمهم. وهسه صار 4 سنوات احنا ما نستلم تقاعد. والله عايشين. ابني يشتغل سايق جيب وعمال نشتغل.